واحد بيقول قال السيد المسيح على الصليب قد اكمل، فما هو الذي قد اكمل؟ هل كان يقصد بذلك اكتمال الالام الجسدية التي تحملها وهو قدوس بريء، ام كان يقصد اكتمال الخلاص والفداء للانسان؟ قد اكمل يعني المسيح اكمل كل ما يتعلق برسالته في الفداء، لانه سفك دمه فعلا، وهو الوقت قالها على حافة الموت، يعني قالها قبل ما يقول في يديك استودع روحي. يعني ايها الاب ها انا قد اكملت عمل الفداء، ها انا قد دفعت ثمن الخطية كاملا، اذا في يديك استودع روحي. لان مجرد اكمال الالام الجسدية لوحديها مش كفاية، ده لازم يبذل نفسه، وفعلا كان قد بذل نفسه، وهيستقبل الموت مباشرة. فقبل الموت قال له اكملت دفعت الثمن، عشان كده في يديك استودع روحك. لكن الاسئلة دي اللي خاصة بأنا عطشان وقد اكمل، كلمات المسيح على الصليب، انا اصدرت ليكم من قبل كتاب عن كلمات المسيح على الصليب، يا ريت اصحاب الاسئله دي ممكن انهم يقروا هذا الكتاب، فيه اجابه مطوله اكتر من اجابتي النهارده على هذا الموضوع. في 5 كتب عن حياه، عن اسبوع الالام، يا ريت تقروهم.